اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج استشارات طبيه الحياه. النهارده معانا موضوع مهم جدا، هو خاص بالنفسي، نفسيه الانسان. طبعا في حاجات مرضيه بتبقى عضويه وفي حاجات نفسيه، النفسيه اصعب بكتير. عشان ما اطولش عليكم في المقدمه، موضوعنا النهارده عن الوسواس القهري. انا شخصيا ما اعرفش حاجه عنه، عشان كده يسعدنا ان نلتقي بالدكتور محمد احمد ابو العزايم، اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور احمد، دكتور محمد. حضرتك شوفني في البدايه وانا بكلم حضرتك عن الوسواس القهري. انا ما اعرفش، يعني انا ما اعرفوش، بس كل الناس مع كلمه وسواس قهري. يعني حضرتك واحنا بندردش قبل الحلقه وفي الاعداد، يعني بيقولوا ان ممكن الواحد يكون غسل ايده مثلا، يعني ده نوع من الحاجات، يعني مش هو ده كله، يعني غسل ايده مثلا كل شويه يجي له احساس ان هو كل شويه عايز يغسل ايده. عرفنا بقى ايه معنى الوسواس القهري، عشان احنا حسينا ان هو بيبقى في واحد لابسه مثلا عفريت او حاجه. يعني لا يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الأول نحب نرحب بحضرتك الله وبالسادة يخليك الضيوف. دكتور محمد. ومن ضمن الحاجات المهمة جدا الصحة النفسية، يعني يمكن في المجتمع في الوضع الحالي اللي احنا فيه فترات انتقالية كثيرة وثورة، بنجد ان جانب الصحة النفسية يمكن الناس بتهتم الفترة دي بالجانب الاقتصادي والجانب الحياتي، لكن الصحة النفسية ده عنصر أساسي من عناصر الصحة. وهي منظمة الصحة العالمية لما بدأت تعريفها للصحة، كان زمان في مفهوم إن الصحة أن يكون الجسم خالي من الأمراض، وده المفهوم القديم على الصحة. فكان الهدف بتاع الصحة إن محاربة الأمراض فقط، لكن في التعريف اللي هو في سنة 1948 مع إنشاء منظمة الصحة العالمية بدأ يبقى في تعريف للصحة إن هي أفضل صحة جسدية اجتماعية ونفسية. فعنصر الصحة النفسية ده هو من العناصر الأساسية لاكتمال صحة الإنسان. في يوجد اضطرابات كثيرة في عالم الصحة النفسية، احنا بصدد ان احنا نتكلم عليه النهاردة، اضطراب الوسواس القهري اللي هو بنحطه تحت عنوان اضطرابات القلق. اضطرابات القلق، لماذا سمي، احنا نبدأ بقى كلام كده ايه اكاديمي شوية، لماذا سمي بالوسواس القهري؟ يعني اشمعنى الكلام ده؟ يعني هو لان هو بيبقى فيه عنصرين، بيبقى فيه افكار وبيبقى فيه بعض الاوقات رد فعل الافكار دي بافعال او سلوك. ففي وسواس ده على نمط التفكير، القهر هي رغبه قهريه على نمط الفعل او نمط البيهيفير بتاع الانسان. زي ما اتكلمنا قبل، اضطرابات القلق بصفه عامه تيجي نتيجه ضغط نفسي، نتيجة الإنسان عنده ضغوط حياتية. في بعض الناس بيبقى فيه عوامل وراثية، يبقى فيه الاضطراب مثلا في الأب أو الأم أو الجد. بيبقى فيه عقدة قديمة مثلا. عقدة قديمة، ده احنا بنتكلم أكتر على الضغوط الحالية. أوقات ممكن بيبقى فيه ضغوط تراكمية على مدار فترات أو على مدار سنين. ممكن تلاقي الإنسان مضغوط في شغله فترة طويلة، ممكن حد ست بيت مشغولة في شغل البيت أو مع الأولاد، ففي تبقى فيه ضغط لفترة طويلة تراكمية. في الآخر تراكمية ممكن يؤدي إلى، وممكن يظهر فجأة. دي من أسبابه. يعني في أسباب تانية يا دكتور للوسواس القهري؟ حاجة تانية، الأكل مثلا بيسبب وسواس قهري ولا حاجة؟ ده الأكل الأكل جميل، احنا نخوف الناس من الأكل. يعني في أكلات معينة بتسبب وسواس قهري ولا لا حاجة؟ طبعا ما فيش كده. لكن هو لكن في النفس. بعض في بعض الأوقات ممكن بتيجي ما بعد الحمل، من ضمن تحت اضطرابات ما بعد الولادة. ممكن في بعض الأوقات يبدأ يظهر الوسواس في الفترة ما بعد الولادة، ودي برضو بتبقى موجودة وبنشوفها كتير يعني. طب دكتور محمد، عايز اعرف من حضرتك كده، نعرف السادة المشاهدين، اول ما يحس بايه يبقى عنده ايه باختصار؟ يعني ايه اللي بيخلي المريض او مريض الوسواس القهري يلجأ للدكتور النفسي؟ يحس بايه، او ايش الحاجات اللي بيبدا يحس بيها او اشعر بيها، او الناس اللي حواليها يقولوا له؟ هو ده سؤال مهم، لان اللي احنا للاسف بنشوف ان دايما المريض بيلجا للطبيب في المراحل المتاخره جدا، ودايما بتيجي بتبقى فيها اعراض اكتئابيه حاده. وبيبقى فيه افكار بقى ان الانسان مشاعره وافكاره بتسيطر عليه لدرجه ان هو يبقى شايف ان مفيش امل في الحياه. فللاسف الناس دايما بتيجي في هذه المرحله الاخيره. لكن زي ما حضرتك قلت، يجي ينتحر من الشباك بتاع عياده الدكتور. لا احنا بنبقى قافلين الشباك حضرتك. نعم. فالنقطه
النقطة الرئيسية في الوسواس بيبقى فيه أفكار، الأفكار دي بتلحق على الإنسان لفترة أكتر من أسبوعين، تبقى بصفة يومية، بتبقى التفكير ده بيبدأ يأثر على نمط حياته اليومي. فأنا نتكلم على الأفكار ونتكلم على الأفعال أو البيهيفيرز اللي بتحصل نتيجة دي. فممكن تيجي الأفكار متعلقة بأفكار النظافة، فيبقى الإنسان عنده خوف أو إحساس اللي هو هيجيله مرض، في نوع من الوسواس يجي في الأمراض، وفي نوع يحس اللي هو مش نظيف. فمش نظيف دي ممكن يعني مثلا ممكن يدخل ياخد دش مثلا كذا مرة ورا بعض، ممكن ياخد دش كذا مرة ورا بعض، يغسل إيده كتير، ودي بنشوفها كتير كتير، وبنشوفها كتير في الوضوء. ومن ضمن الأسباب اللي متعلقة بالشخصية في الوسواس القهري ان دايما الشخص نفسه بيبقى دايما بيتطلع ان هو يعمل كل حاجه طريقه مظبوطه، ودايما بيتطلع الى الكمال، مش عاوز يعمل الحاجه 100%، اقل من 100% ما يبقاش راضي، ما يبقاش راضي عنها، فده بيحط عليه عبء اكثر. اللي هو طول الوقت مشغول حتى في الحاجات البسيطه، يبدا يبقى مشغول اللي هو لازم يعملها بيرفكت، لازم يعملها بطريقه 100% صح. يعني حتى حالات الوسواس القهري يا دكتور محمد بتبدا تزيد في الوقت، يعني لو ما اتعالجتش او ما خدش علاج نفسي بتبدا تزيد بقى، يبدا بقى بدل ما هي حاجات بسيطه بتبدا بتبدا هو زي ما قلنا في افكار، الافكار بيبقى في معاها مخاوف، بتؤدي ممكن بعد كده الى بعض الافعال. فانا بنلاقي اللي هو عنده احساس اللي هو دي مش نظيفه، اللي هو لازم ياخد يجدد مثلا وضوءه او ياخد دش، فيبدا يكرر الموضوع ده، هو ده بقى النمط، يغسل ايده كذا مره، يخلص الوضوء يرجع يغسل ايده تاني. بتحصل في الجواز بقى يا دكتور محمد لو واحد مثلا اتجوز واحده مثلا يحس بوسواس قهري، يتجوز تاني، يتجوز تالت، يتجوز رابع، ولا لا ده كده يبقى ده هوس مش وسواس قهري؟ فيبدا الانسان تبدا تاثر على شكل حياته اليوميه، بيقضي وقت طويل جدا في غسيل ايده، او بتجيله مثلا فكره ان انا سبت الباب مفتوح والبيت هيتسرق، او انا سبت الغاز مفتوح مثلاً، او سبت الميه مفتوحه، فيبدا مثلا بعد ما ينزل من البيت يرجع، فاول ما يرجع يبص ويطمئن فينزل، فيجيله الخوف تاني وبترجع له الافكار ويرجع، ويفضل في هذه الدوامة. لكن في ناس من اول مره بس، يعني لو في ناس من اول مره يعني كل مره يشك، ولكن اول مره بس مش بيرجع كذا مره، تمام. ياكد مره واحده وكفايه عنده اول مره، ده يعتبر وسواس قهري ولا ملوش دعوه؟ لا دي ده مره واحده، ده طبيعي الانسان بيتاكد، لكن احنا بنتكلم في اغلبيه الاوقات ده بيأثر على الشكل اليومي للحياه، ويبدا في حاجه اسمها اوبسيشنال سلونس، يبقى بطيء جدا في شغله، يبقى بطيء في يومه، في الشغل دايما يعمل مثلا المدير بتاعه يكلفه بحاجه يعملها، وبعد ما يكملها وخلاص قرب يخلصها ويخلصها يبدا يعيدها من الاول جديد، يبدا يرتب مكتبه كتير جدا. طب ما دي الحاله دي يا دكتور محمد ممكن تكون بتحصل لطلبه الثانويه العامه، بعد ما يذاكر الشطر يقعد يذاكره تاني، وبعد ما يذاكر الفصل مثلا يقعد يعيد عليه تاني، يقول لك عشان اسمع. هي طبعا دي لا، هي في المذاكره بتبقى محتاجه تقييم، لان اوقات دي بتبقى متعلقه بالثقه بالنفس والخوف من الامتحان، فدي بتبقى محتاجه تقييم طبي، ان هل ده خوف وثقه بس في ناس مثلا لو هم مثلا عندهم 6 فصول مثلا يذاكروا، بيقعدوا مثلا في مشاكل كتيره بتاعه طلبه كتير، يقعد يذاكر يعمل جدول، يبدا الفصل الاول، وبعد كده الجدول يضيع ويقطع ويبدا تاني الفصل الاول، يجي لغايه قبل ما الترم يخلص او السنه تخلص هو مش مذاكر الفصل الاول. يعني لو هي بتيجي في شكل اللي هو مش قادر يتحرك من حاجه لحاجه، برضو بتبقى محتاجه تقييم، عشان برضو يعني في ناس بتبقى بتذاكر بطريقه معينه، بيحط جدول وبيمشي عليه، لكن اذا بيفضل في نفس المكان وما بيتقدمش، لا بتبقى دي محتاجه طبعا تقييم. وبرده من ضمن العناصر في الوسواس القهري ان الشخص نفسه بيبقى عارف ان الافكار دي بالنسبه له متعبه، وبيبقى عارف ان هو بيعمل حاجه غلط ومش راضي عنها، يعني اللي بيروح يتاكد كذا مره بيبقى هو رايح اللي هو لسه متاكد ومتضايق ان هو رايح تاني، بس مش قادر يقاوم الفكره، ويبقى لازم يعمل الفعل ده علشان يهدي نسبه القلق عنده. طب ليه بقى يا دكتور ما يقدرش يقف في النص؟ يعني عايزين كده نعرف الساده المشاهدين ليه بيجي في النص كده، لو في حاجه بتسحبه برضك مكمل. لا احنا لازم نتفق ان ده اسمه ده اضطراب. فهو الشخص نفسه ما بيبقى نسبه القلق عنده بتبقى عاليه لدرجه ان هو ما يقدرش يقاومه.
فما يبقاش العلاج بتاعه لا قاوم، بالعكس ده اوقات كتيره بيحبطه. يعني يمكن ضمن الحاجات اللي احنا برضو بنطلبها مثلا من الاسره او الناس اللي حواليه، ان هم رقم واحد اذا لاحظوا على حد من اقاربهم او حد من اسرتهم او حد في العمل كده، طبعا هو يروح لطبيب، لان هو غالبا ما هيبدأ يديله نصيحه هو الشخص نفسه مدرك اللي هو عنده مشكله ومش قادر. كمان لما يبقى في ضغط، انت اللي انت بتعمله ده غلط، ان انت لا حاول، طب لا قاوم، انت ارادتك ضعيفه، انت نفسيتك ضعيفه. بعض الاوقات برضو ودي بتبقى مشكله حساسه جدا، هي بعض الناس بيبقوا متعلقين بالدين بدرجه كبيره، تبدا تيجي لهم الفكره في الدين. اذا كان في الصلاه مثلا عيد الصلاه، لان هو حاسس ان هو ما عملش الصلاه صح او ما توضاش كويس فيبدا يلوم نفسه، اللي هو معنى كده اللي هو مش متدين، فيبدا الناس تلومه، انت محتاج يبقى ايمانك اقوى. فكل ما يحاول يزود، كل ما القلق يزيد عنده، وكل ما يتعب اكتر. مفيش طمانينه كده، مفيش طمانينه، هو هو بيبقى واعي للي هو بيعمله ده غلط ومش قادر يقاومه، لان هو هنا الاضطراب، هنا محتاج تدخل علاجي، لان الشكل الاجتماعي دايما بيلام عليه، يعني قدام طبعا الناس بيلام، فهو بيلوم نفسه والاخرين بيلوموه، فيبدا في هذه الدوامه. والمشكله ان الاكتشاف المبكر في غايه الاهميه، اغلبيه الناس بتيجي كل ما تبقى في حاجه في الطب النفسي اسمها duration of untreated illness، الفتره في ترجمه يا دكتور، الفتره في حدوث المرض وعدم اخذ العلاج. كل ما الفتره دي بتكون اطول، كل ما بتخلي الاعراض حاده اكتر، كل ما بتاخد وقت اطول ومجهود اكتر في العلاج. فاحنا اتكلمنا ان في افكار وفي رد فعل، الافكار بيبقى فيه افعال، زي ما كان بيبقى فيه اللي هو يتاكد الحاجه مظبوطه في مكانها اللي هو متعلقه بالنظافه. في حاجه عكس الوسواس القهري؟ يعني في واحد بقى لا مبالاه بقى ولا مش هي دي؟ لا مفيش، يعني دي حاجه دي برضو اللي حضرتك بتتكلم فيه، ممكن يبقى فيه اعراض اكتئابيه. لا يلا مش مهم، باب مفتوح ما خليه. دي يعني هي دي بقى ممكن، يعني ممكن يبقى في الاكتئاب في بعض الاوقات توصل لمرحله الاحسن الوسواس القهري ولا الاحسن الاحسن الثانيه دي اللي هي هو الاحسن هو الاحسن الواحد يتعالج من الاثنين علشان يعني الاقل ضررا. بتهيألي الوسواس القهري بيتعب، القهري بيتعب صاحبه. بيتعب صاحبه طبعا، بيتعب صاحبه، لان هو بيبقى مدرك ان في حاجه غلط ومش قادر يعني ايه يقاوم. وزي ما قلت لحضرتك بتيجي ممكن في بعض الاوقات كمان بيبقى في حاجه اسمها هوردنج، الانسان يتمسك بحاجات ما لهاش قيمه. تلاقي حاجات بايظه في البيت وهو خايف يشيلها، وده في انواع من التشخيصات، يمكن بيبقى في التشخيص الامريكي والتشخيص اللي هو العالمي بتاع الصحه العالميه، وفي التشخيص بتاع الجمعيه العالميه الامريكيه. طب ايه ده بقى بتاع اللي بيشيل الحاجات دي؟ ممكن في بعض الاوقات، وده يمكن ده من ضمن الحاجات الحديثه اللي حاط لها دايجنوستيك كرايتيريا او معايير تشخيصيه، ان بعض الاوقات اللي الانسان يبقى عنده خوف من رمي بعض الحاجات اللي هي ملهاش اهميه، بس يحس ان هو لو رماها يخسر حاجه كبيره او ممكن يبقى ليها لازمه، فيبدا تلاقي ممكن حضرتك عنده حاجات، في فرق ما بين حاجه ليها مثلا صور قديمه ليها قيمه، ماشي ماشي، وفي حاجات ثانيه ملهاش لازمه مثلا، لكن مثلا لعبه مكسوره وهو مش بيحبها بس هو يقول اخليها. حاجه بايظه مثلا، ذكرى مثلا، لو دي ذكرى مثلا، اجهزه كمبيوتر حضرتك عارف في اجهزه كيبورد قديمه مثلا، ولا مثلا سماعات بايظه، برنترات ما عادش ليها قطع غيار ولا في الضرفة. يفضل يشيلها، ده برضه من ضمن ال. طب ده ايه ده؟ ايه ده؟ ده طبيعي ده ايه؟ عشان انا حاسس ان انا في حاجات برضه لما زمان. تبقى لما تبدا تاثر على شكل حياته اليومي، اللي هو يبدا يبقى بيتطلع، ده بيبدا تشغل فكره اليومي، ان انا هفضل ايه الحاجات اللي انا سبتها، الحاجات دي انا احطها فين، الحاجات دي ليها قيمه ولا مالهاش، دي ليها قيمه. لما تبدا تاثر على نمط حياته اليوم في شغله، في بيته، في اسرته، مع اصدقائه، المشاكل. هنا بنبدا وانتقاد الناس دي بقى يا دكتور محمد، ده بيبقى دي دلاله عنده ولا يضرب بالكلام عرض الحائط ما بيهموش؟ لا هو للاسف هو بيهمه عشان كده بقى وبيؤلمه. وبالعكس ده يعني هو كل ما القلق بيزيد كل ما الافكار بتزيد والافهال برضه بتزيد. فكل ما بيبقى في ضغط عليه، هو اساسا مضغوط وفي ضغط اكثر عليه، فكل ما ده هو يزود
حدية الأفكار عنده. طب أنا عايز أطلب من دكتور محمد يعني يعرف السادة المشاهدين كده هم قاعدين قصاد البرنامج بتاعنا دلوقتي، أي مشاهد سواء عنده وسواس قهري أو ما عندوش، لأن في ناس من كلام حضرتك يا دكتور محمد دلوقتي اكتشفت إنها عندها وسواس قهري، فعايز حضرتك كده تقول للمشاهد إزاي أولى الخطوات، أول ما يحس مثلا بحاجات معينة في البداية لا يبدأ بقى يلجأ للطبيب النفسي عشان الموضوع ما يتفاقمش ويكبر والموضوع يدخل منه بقى ايه الحاجات اللي كنا بنسمع عنها يعني زمان. إذا كده بنتكلم طبعا أول ما يلاقي إن في شكل تأثير لنمط حياته اليومي يبدأ يشوف طبيب، لأن هنا مش بس أصبح إن التفكير هو اللي تعبه، أصبح فيه خسائر يومية. يعني مثلا علاقته بأسرته تبدأ تتوتر، نعم وأسرته بتحس بضغط اتجاهه نعم وهو حاسس بضغط، في العمل نفس الكلام، فبيبدأ يفقد الحياة الصحية اليومية. إذا بنتكلم على ما قبل ده، فإحنا محتاجين الشخص اللي بيبقى في الكمال لله وحده، والإنسان بشر وقابل للخطأ، نعم ده ما قبل المرض وما قبل حدوث، إن الإنسان يبقى عنده نمط إن ممكن يحصل اللي هو ما يعملش حاجة 100% مظبوطة، يعملها 80%، عادي لكن في الآخر 80% هي فيها نسبة نجاح كويسة، نعم مش قليلة مش مش قليل، قليلة. 90% 70%. طب إيه؟ المهم اللي هو بيقدر يجتاز. وبعد كده في حاجة في الحياة مهمة للإنسان بيخد، يعني أوقات كتيرة الإنسان بيخاف اللي هو يفشل أو ما ينجحش في حياته. نعم فهي هي هي هو في كونسبت مهم، إن الإنسان لما بيحط هدف بيحاول يوصل له، نعم يا بيرتب نفسه وبيوصل له، يا ممكن ما يوصلوش. إذا ما وصلوش بيجي له إحساس إن أنا فشلت وإن الحياة انتهت. نعم لا، هو ده مش نمط الحياة. هو إذا أنا ما وصلتلوش طبيعي إن الإنسان ممكن يصيب يفشل ويخطأ، نعم يفشل يفشل وبعد يبدأ كده ممكن يجي له فترة نجاح. يعني ما نحبش بنقولها يفشل ويفشل، بيجرب وبيجرب، نعم بيكتسب خبرة نعم وخبرة وخبرة، ثم يصل إلى النجاح. نعم ففي نجاح وفي خبرة. نعم العدم النجاح أو الفشل ده إحنا نبدأ نبص عليه لما الإنسان يبقى عارف بعض الأخطاء بيعملها وبعض الحاجات، وعارف إن المفروض يلتزم بطريقة معينة، هو عنده إهمال وما عندوش الدافع إن هو يصلح من نفسه، نعم فإحنا ده اللي نقدر نقول عليه الفشل، اللي هو إنسان ما مش بيحاول هو يطور نفسه، أو يحاول إن هو يجتهد، نعم أو يحاول إن هو يطور من نفسه أو يصل إلى آفاق جديدة. نعم دكتور قبل ما ندخل في مرحلة العلاج وكده، الزوجة وزوجها هو بيمارس الوسواس القهري في البيت ولكن على شكل أوامر، يعني بيطلب منها مثلا طلبات كتير بحيث مثلا كل شوية أول ما يروح الشغل قفلت الباب، وهي مثلا امرأة عاملة وهو عامل يكلمها في التليفون قفلت الباب كل شوية يقعد يخليها تروح، طب مش عارف الأنبوبة تقفليها ارجعي مش عارف اعملي كذا. الأطراف التانية اللي بتتعامل مع الشخص اللي عنده وسواس قهري أكيد هو بيروح للدكتور مثلا جلسات معينة، ولكن الناس اللي عايشة معاه في البيت تعيش معاه وبعدين ازاي؟ تبقى نقطة مهمة إن فيها الكي بيرسونز، الناس المهمين في حياته، دايما بنحب إن احنا نتواصل معاهم، بحيث في حاجة اسمها سايكو إديوكيشن، اللي هو تعليم ما هو المرض وما هي أعراضه وكيفية التعامل معاه. نعم هو يمكن الصعوبة اللي بتكون مش اللي هو يكلمها، لأن هو لو كان كلمها وإنها تعمل الحاجة وكان يطمئن كان يبقى أسهل له. حتى هو المشكلة اللي هو اللي بيجي وممكن زوج يلوم الآخرين، لكن هو اللي لازم يعمل الحاجة، يعمل الحاجة يعمل يعني الحاجة. كحاجة من دلائل الوسواس القهري ان هو لازم هو اللي يقوم في بالموضوع أغلبية نفسه، في مش أغلبية الأوقات، بيقعد يعمل ضغط على وممكن الآخرين. ويعمل ضغط على الآخرين، لكن هو برضو يطمئن أكثر نعم لما هو يعمل حاجة بنفسه. نعم ممكن يلوم الآخرين، ممكن يعطل مثلا لو خارجين وعندهم مشوار مهم أو حاجة يطلع ويأخرهم كذا مرة، أو ممكن يرفض إن هو يروح. في زي ما احنا قلنا نقطة ممكن أوقات بتوصل من ضمن الأعراض المهمة برضو، أوقات التجنب، لو إذا هو خايف لا سرقة مثلا تحصل لما يطلع أكثر، إن احنا مثلا زي ما حضرتك كنت بتتكلم في النظافة نقطة المرض، نعم أوقات تجي له الفكرة اللي هو عدم نظافة وهيجي مرض، أو لو سلمت على ده مش هبقى نظيف، أو لو لمست دي مش هبقى نظيف، أو أبدأ أخاف من المرض فأبدأ أتجنب، أبدأ أتجنب إن أنا أزور دول، أو أبدأ أتجنب إن الناس يزوروني، أو أبدأ أتجنب إن الناس يلمسوا حاجتي، أو حد يرتب لي حاجتي، أو لو حد رتب لي حاجتي لازم أغسلها كلها، لو حد لمسني أو حد لازم أغسل الحاجة كلها نعم كذا مرة. نعم
خوف من السرقه، ممكن يكون خوف من الموت. في ناس ممكن يكونوا مثلا موضوع الوسواس القهري يقول الخوف من الموت بينتابوا الشعور مثلا دايما. نقطه الخوف من الموت ده هو بتتدخل في حاجات كتيره، نعم، ممكن تبقى اكتر في القلق وفي الاعراض الاكتئابيه بيبقى فيه النقطه دي، نقطه فقدان الامل واوقات احساس ان الموت قريب وهو ما عملش في حياته، ده اكثر اكتئابي. نعم. ولو تواجد بنبدا ندور على اعراض اكتئابيه. ومن ضمن الحاجات اللي بتخلي الامور فيها صعوبه نسبيا في اوقات في العلاج لما بيبدا يجي اضطراب وسواس قهري وبيبدا معاه اعراض اكتئابيه، هنا بتبقى الموضوع بيبدا يبقى دخل في امور اصعب شويه. يعني احنا حضرتك كده بتعالج الوسواس القهري وتعالج الاكتئاب ولا هو كله اكتئاب؟ لا، بنعالج الاثنين، لان هو يمكن الادويه لما نتكلم على علاج الادويه في ادويه بتشتغل على الاثنين، لكن العلاج السلوكي بيبقى مختلف، العلاج النفسي بيبقى مختلف. نعم. ده بيبقى ليه ابروتش معين باتجاهات معينه بافكار معينه، وهنا بنقاوم افكار تانية. نعم. برضه من ضمن الاعراض اللي اوقات بتيجي يمكن الانسان بيجي في حاجه اسمها ماجيكال ثينكينج، يعني يجيله افكار غريبه. نعم. يجي له فكرة مثلا معينة اللي هو بيأذي شخص بسكينة، شخص بيحبه، فتبدأ يشوفها كأنها صورة قدامه ويبدأ يتخيلها. الأول تجي له ممكن ويقدر يقاومها، بعد كده تبدأ تتملك منه، فيبدأ الرغبة القهرية قدامها اللي هو يبدأ يشيل السكاكين من البيت، يبدا يبعد عن الناس اللي بيحبهم، يبدا مثلا يقفل الباب، يعزل نفسه، يشوف مثلا حد، يعني ممكن يشوف حد في حلم مثلا بيأذيه يزعل منه يا دكتور او يخاف منه بقى، يعني تترصد يعني حاجة. هو الاحلام بتبقى اوقات الاحلام بتبقى عباره عن حاجات موجوده في الذاكره على بعض الاحداث اللي حصلت، على بعض الحاجات اللي الواحد سمعها، فتبقى حاجه عابره، مش عابره، حاجات كتيره بتتدخل مع بعض في شكل قصه. لكن اللي بيحصل اللي هو بيشوف وهو صاحي، مش بيبقى نايم، بيبقى بيتخيل اللي هو بيأذي ابنه مثلا او بيأذي بنته او بيأذي حد معاه في الشغل او بيأذي حد، فكره تجيله كده يعني، فكره تجيله ويبدأ يتخيلها ويحس اللي هو بيشوفها قدامه، او مثلا يحس اللي هو بيبص لحد بطريقه يبقى شخص مثلا متدين وما بيتكلمش مثلا مع يعني ما يتعاملش في المجتمع، عاكس مثلا في الشارع، فيبدا يحس ان هو بيبص على الناس على الجنس الاخر بطريقه تجي له الاحساس ده، لو بيبص عليه بطريقه غلط فيبدا يتجنب يبص للناس او يبص اكتر في الارض او يبدا يلوم نفسه على دي، تبدا الفكره تزيد معاه، يبدا يتجنب اكتر. تاني وضح لنا النقطه دي يا دكتور محمد. بعض يعني زي ما قلنا حضرتك بتيجي بعض التخيلات وبعض الافكار اللي هو مثلا ماشي في الشارع يبقى راجل متدين او واحده ست متدينه يحس لعينه وهو ما بيبصش، هو في الواقع ما بيبصش، بس هو بيحس وبيشوف نفسه بيبص للناس بطريقه يعني فيها معاكسه، او بيبص على اطراف معينه في اجسادهم. نعم. فيبدا الفكره دي تضايقه، يقول ده انا كده مش، ده انا كده مش كويس، انا ليه بعمل كده، انا بعيد عن ربنا، انا مش كويس، انا بعيد، انا مش كده، انا ليه بعمل كده. يقعد بقى ما يبصش، هو الواقع اللي هو ما بيعملش كده، لكن هو بيجي له الاحساس ده وبيصدقه فعلا، ويبدا اللي هو يتجنب اللي هو يبص للناس، او يبدا اللي هو ممكن توصل اللي هو ما يخرجش او ما يروحش شغله او ما يقابلش الناس او ما يروحش المدرسه او ما يروحش الجامعه. يا جماعه انا مش هكلم حد مثلا، يقول كده. والله ده في حاجات كتيره بنتشر. لا، هو الوسواس القهري مرض، لا ده داخل في كل حاجه، ده يعني متداخل برضه من بعض الحاجات، بيبقى في بعض الاوقات نمط اسمه ريتوالز او طقوس معينه بشكل مرض، يعني مثلا ما يعملش الحاجه غير لما، اديني مثال كده يا دكتور. مثلا ما يعملش حاجه معينه، مثلا يقول مش هفتح الباب غير لما اعد من 1 لـ10، لـ1 لـ1000 مثلا، يقول مثلا مش هعمل، مش هرد على التليفون. تبدا على فكره طبعا هي اوقات، ودي برضه المشكله ان الشخص نفسه بيحس ان هي فكره غريبه او فكره
إذا حضرتك بتضحك إيه فكرة يعني إيه فكرة، لكن هي هو بيعيشها بواقع، بس كويس بيعيشها بواقع وبتبقى مؤلمة بالنسبة له، أساسية بقى في حياته، يبدأ بقى يمارسها مع كل الناس. يبدأ يمارسها مع، يبدأ يمارسها في حياته، ما ينزلش غير لما يعد مثلا. طب إدينا كده حاجات تانية غير موضوع الجرس ده، بيعد الواحد لألف مثلا، لما واحد يكون بيرن الجرس إيه تاني؟ واحد لألف ده مش هيخلص، زي أي حاجة بتخلص يعني. إيه تاني مثلا؟ زي إيه؟ يعني عايزين نعرف السادة المشاهدين. طب ممكن يا دكتور محمد حد يسمع حاجة، يعني يشوف حاجه بتحصل مع حد ممكن هو ينتبه، يعني واحد يقول لك ده انا سمعت مثلا زي العدوى كده، بس طبعا العدوى بتبقى نتيجه بكتيريا فيروس بتاع، بس لو هو مثلا سمع ان حد عنده حاجه ممكن هو ينتبه نفس الشعور زي ايه كلام مثلا؟ مثلا يعني واحد مثلا يعني دايما تلاقي ممكن الناس اللي عينها مثلا واحد يشوف واحده عينيه بتدمع او بتنزل الميه ولا حاجه كده بتلاقيه بيحس نفس الاحساس، هل ممكن لو واحد عنده وسواس قهري والتاني عرف ان هو عنده المشكله دي ممكن يجي له نفس الاعراض؟ هي بتيجي في صورة المرض اكتر ما هي يعني عارض. دي بعض الاوقات اللي هو واحد يبكي، واحد يبكي معاه دي امور على مستوى المشاعر، بيبقى شخص حساس زيادة. لكن الشخص ده بيبقى فيه خوف، يعني بيبقى ممكن ينتبه مع مرض ده، بيعني ده عنده حاجة، انا ممكن لو قربت منه او كذا يجيلي حاجة زيه، وتبدأ الفكرة تلاحها، يبدأ يتجنب بقى الناس او يغسل ايده او يبعد عنه. نعم. طيب اتكلمنا كتير قوي في الاعراض لدرجة ان حسيت ان السادة المشاهدين دلوقتي احنا برضك مستنيين استفساراتكم واتصالاتكم على الارقام الموضحة عندكم على الشاشة، عشان لو في اي حد بيعاني من اي مشكلة دي طبعا فرصة يكلم الدكتور الوقت ده. الناس بتتفرج على يمكن في ماتش ممكن في ماتش مهم النهاردة ممكن يكون، بس اكيد اكيد لو حد طيب ماشي ممكن ان شاء الله باذن الله كمان لو في رسائل ممكن نجاوب عليها، وفرصه الدكتور محمد معانا يقدر يجاوب على كل اسئله الاستاذ القاهري. دكتور محمد عايزين بقى ندخل للساده المشاهدين في الجزء اللي هم مستنيينه دلوقتي، لو في حد بيتابعنا يعني ده هو الجزء بتاع العلاج. العلاج حضرتك قلت لي قبل الحلقه ممكن علاج نفسي وممكن علاج دوائي. حضرتك اول ما بيجي لك العيان كده هل فعلا صح الدكتور النفساني؟ معلش بقى نتكلم بقى في شويه حاجات كده، دي نقطه مهمه. يعني ممكن زمان لما كنا بنشوف يعني في الافلام وكده ان الدكتور النفسي رايح له العيان مداري وشه ده زمان، وبعد كده الدكتور بيقعد بقى يوصل للعقده والكلام ده وشيزوفرينيا وبارانويا والكلام ده، لا دي زمان قوي ده برضه الكلام ده مش موجود دلوقتي. الدكتور هو معلش عايز حضرتك تطمني المشاهد، في ظاهره بصراحه ايجابيه ان اجيال الشباب عندهم يعني عالم الكمبيوتر والانترنت اداهم قدر كبير من المعرفه. وانا بشوف ناس كتيره بيجوا يقولوا يا دكتور احنا دورنا تقريبا احنا عندنا كذا ويطلعوا صح، يعني مش غلط، يعني قريبين قوي من اللي هم يعني يجيبوا التشخيص قريب من احساسهم جدا. نعم. فبيقرا وبيتطلع وبيدور على الحل، وبشوف ناس كتيره شباب بيجوا مثلا معهم اهاليهم. طيب يظهر ان الماتش خلص يا دكتور محمد والنتيجة كويسة، وعايزين دلوقتي جالنا اتصال. الو السلام عليكم استاذ اسامة. يبقى لا راح يشوف استاذ التحليل صح، يبقى اللي او اعادة الماتش. كنا بنتناقش في نقطة العلاج المريض صح قبل الموضوع الاتصال، عشان فرحتي بالاتصال نسيت ان احنا كنا واقفين فين. ما علينا، عموما المريض بيبقى دلوقتي عنده خبره كتيره في التشخيص، وبنشوف ناس كتيره بيجوا مع اهاليهم وشباب. في الحقيقه هم بيبقوا جايين وعايزين يتكلموا، ومثلا الاب انا والله يا دكتور انا جاي معاه بس الضغط عشان اطلع عشان بيزن عليا، لكن هو قال انت شايفه دكتور مجنون انا بيشد اللي هو بتاع الطرنيه عشان بتاع والابن وبنت يقولوا يا بابا احنا بنعاني وعايزين حد يساعدنا وانتوا مش قادرين تساعدونا فخلونا احنا نساعد نفسنا. بصراحه في جيل الشباب فعلا مثقف دلوقتي، في ثقافه طبعا اكبر من زمان بكتير. نعم. والطب برضك يا دكتور برضك اقوى وتقدم، يعني زمان الدكتور كان في الافلام بيضحكوا عليه ويقعدوا يمثلوا عليه اللي هو لو في الحقيقه برضه التطور الطبي ويمكن العلاجات نفسها تطورت بشكل كبير في اخر 15 سنه.
يعني كان زمان مثلا 20 30 سنة ما كانش فيه غير دواء دوايين ممكن يعالجوا بعض الأمراض النفسية. حاليا بس بسم الله ما شاء الله هل فيه. الدكتور بيقعد مع العيان فترة طويلة عشان يستكشف العقدة اللي عنده هو ويطلع هي النقطة مش نقطة عقدة على قد ما هي نقطة تشخيص. يعني تشخيص قصدي يعني ايا كان. يعني كان برضو زي ما قلت التطور الطبي أحدث طفرة في مفاهيم العلاج النفسي والعلاج الدوائي، أحدث طفرة كبيرة. نعم فكان زمان ما كانش في حاجة أدوية تساعد المواد الكيماوية اللي موجودة في المخ، فكان الدكتور يقعد يبذل مجهود علاج تأهيلي نعم ونفسي طويل عشان الإنسان يرجع للنورمال. حاليا أصبح في حاجات بتساعد. العلاج الدوائي مثلا لما نتكلم على الرصاص القهري، في أدوية بتبقى مضادة للاكتئاب ومضادة للقلق في نفس الوقت، بتشتغل على مادة في المخ اسمها السيروتونين، نعم بيبقى فيها نقص، العلاج ده بيعوضها بيجيب نتيجة كويسة. طبعا، بيجيب نتيجة كويسة. يعني دكتور محمد شاف يعني الحالات طبعا اللي حضرتك عالجتها وكده بيحصل يعني شفاء تماما. في حالات كتير بتبقى فيه شفاء طبعا، تماما في ويضحك على نفسه لما يفتكر مثلا الحاجات اللي كان بيعملها قبل كده، ولا يقول ده كانت فترة وعدت ولا بينسى؟ لا، في ناس يعني في ناس كتيرة لما بتفتكر الفترة دي بتحمد ربنا ان هم اه قالوا طبعا ان فيها علاج. نعم وفي ناس تانية بتقعد فترات طويلة من غير علاج، واول ما بيبدأ يبقى فيه تحسن يوقف العلاج. ده مفهوم بقى تاني، ان بيبقى الناس متخيلة ان العلاج زي مسكن اخدته فراح البرد فخلاص. لا، هنا بيبقى فيه اضطراب في المواد الكيماوية بتاعة المخ. رقم واحد، العلاج بينظم المواد الكيماوية دي ترجع للطبيعي. العلاج علشان يجيب مفعول بياخد من اسبوع لاسبوعين، وبنبدا نشوف الريسبونس. الريسبونس ده اللي هو استجابه المريض للعلاج اذا كان دوائي او علاج نفسي. نعم. بتبقى اقوى في العلاج الدوائي، بتدي بيبقى ليها مقاييس اكتر يعني. نعم. فبنشوف نسبه الاعراض قلت بدرجه قد ايه. وبعد الريسبونس بنبدا نشوف حاجه اسمها ريميشن، ان الانسان يبدأ ان الاعراض اللي موجودة عنده تخف. نعم. بعد الريميشن ده هو بيبقى من شهر لشهر ونص، يعني الفترة بتاعت طب خبر صار للاستاذ اسامة رجع لنا تاني. الو السلام عليكم يا استاذ اسامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا استاذ اسامة. ازي حضرتك؟ اكلم الدكتور لو سمحت. اتفضل يا استاذ اسامة. اهلا بحضرتك يا استاذ اسامة. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. والله انا بقالي حوالي 5 سنين يعني بتعالج من اكتئاب، بس هو الظاهر ان هو مزمن شويه ما بيروحش، وعندي التهاب في الاعصاب والموضوع تعبني جامد وباخد علاج يعني. انا من المنصوره. الف سلامة على حضرتك. حضرتك بتقول التهاب في الاعصاب، ايه النوع التهاب؟ يعني حرقان شعطان بيجيلي في اعصابي كده، حرقان كده، واقل شويه برد بيأثروا عليا، ودايما ما بيسيبنيش البرد عندي على طول. تمام. ودايما دماغي فيه قلق كده وشد وكلبشة طيب، وده بيأثر على النوم بتاع حضرتك؟ اه طبعا بأثر. انا بيجي عليا ايام ما بقدرش انام كده لما الامور تهدى معايا. انا باخد حاليا ماشي مع دكتور، باخد سيروكسات 12 ونص وباخد توب مود فورت، باخد نص مساء ونص الصبح. تمام. وباخد نودي برين حبايه الصبح وحبايه بالليل. تمام. وباخد بروسيادين 25. بروسيادين 25. بس يا دكتور يعني مش مرتاح، يعني انا بقالي سنين يعني بعاني من الموضوع ده، وحاسس ان انا مانيش مرتاح. يعني انت عندك كام سنه يا استاذ اسامه؟ انا عندي 35 سنه. 35 سنه، وادي لك كام سنه بتتعالج؟ هل في يعني حوالي 5 سنين يا دكتور. هل الفترة الأخيرة في ضغوط نفسية أو في مشاكل؟ لا والله يا دكتور أبدا. هو أنا تمام. كان كل الضغوط، أنا كنت بسافر ليبيا، كان كل الضغوط هناك، ولكن أنا بقالي 10 سنين ما بسافرش بسبب البرنامج ده، وبحس بزهق في جسمي كده. بسبب البرنامج العلاجي ولا بسبب البرنامج بتاعنا؟ إيه؟ أديلك 10 سنين ما بتسافرش بسبب البرنامج العلاجي ولا بسبب البرنامج بتاعنا ده؟ العلاج يعني. ماشي. لا انا بقالي حوالي يا دكتور حوالي عن 6 سنين باخد الادويه، باخد نعم. ادويه ولفيت كتير يعني. نعم. هل حضرتك اخدت علاج نفسي؟ نعم. هل حضرتك اخدت جلسات نفسيه؟ لا ما اخدتش. هو انا رحت لدكاتره نفسيين لدرجه ان انا رحت القاهره والله لدكاتره كبار هناك، وبعدين كلهم اجتمعوا على اني حاله اكتئاب.
تمام. ولكن انا يا دكتور شايف نفسي ان انا طبيعي عادي، مش مكتئب ولا حابس نفسي ولا حاجه، هو تمام. بس تعب بيجي لي غصب عني وخلاص. تمام. تمام. في دماغي. طيب هل في حاجه معينه مثلا شغله تفكيرك او حاجه؟ طب عاوز عندك اولاد يا استاذ اسامه؟ والله ابدا ما في حاجه شغله تفكيرك. تمام. متجوز وعندك اولاد؟ عندي ما شاء الله عندي ثلاثة. ربنا يخليهم لك كده ويبارك لك فيهم. ربنا يخليهم لك. في اي استفسار تاني يا استاذ اسامه؟ برضه الشهيه في الاكل يا استاذ، الشهيه في الاكل الفتره اللي فاتت ايه الاخبار؟ لما يكون دماغي حاسس شويه جسمي كله رايق. هل بيجي لحضرتك اعراض خوف؟ كان في حاجات كتير راحت من عندي. تمام. يعني هو كان في حاجات كتير راحت من عندي، خوف ووساوس والوساوس دي كلها، مثلا خوف من الموت والوساوس والحاجات دي، يعني حاجات كتير راحت من عندي. طيب تمام. بس انت لسه بس في دماغي. تمام. طيب يعني هو بلا شك احنا محتاجين يعني الامور دي بيبقى فيها تقييم اكبر. نعم. شكرا لاتصالك يا استاذ اسامه. هو باشا على علاجات كويسه بس هو بيقول حاسس بتحسن. وحاسس بتحسن بس في بعض الاوقات في بعض العلاجات ممكن جرعات تبقى اكبر تظبط الوضع اكتر شويه، يعني نظام تظبيط جرعات العلاج. نعم. ما عمل علاج نفسي لبعض الامور اللي بتبقى شغله تفكيره او في حاجه معينه مضايقه. اوقات كثيره الانسان بيبقى في ضغوط و التكلم في المشاكل، يمكن احنا كشعب دايما شعب حمول قوي، فاوقات كتيره بنشيل كتير وما بنتكلمش. اوقات كتير احساس الكلام ده بيبقى زي احساس ضعف. معانا في ستات بس معلش والله يمكن المراه المصريه ست ممكن تكون صح. موضوع الراجل بيكون عنده وسواس قهر اكتر من الست. ست يعني لا، هو في الراجل والرجاله والستات قد بعض، الناس كلها بتتكلم في الرجاله. طب عموما المشاكل النفسيه عند الستات اكتر ولا عند الرجاله؟ خلينا لا، ممكن الستات بيبقوا عرضه للاكتئاب، بيبقوا عرضه للاكتئاب عشان عاطفيه اكتر مثلا من الرجل. الاكتئاب اكتر. في ايه تاني ممكن نتكلم فيها دكتور؟ نقول عن ست مثلا بتكون مثلا عليها ستريس اكتر. احنا عايزين كده في اخر ثلاث دقائق في برنامجنا نوصي الرجاله والستات ايه اللي المفروض يعملوه. او دقيقتين نوصل كل مشاهدين الصحة والجمال رجالة وستات يعملوا ايه بحيث ما يقعوش في مشاكل نفسية، يعيش حياة كلها استرخاء وكلها يعني عصير برتقال كده والوضع جميل يعني. يعني طبعا ليمون يعني مستريحين. هو بلا شك التواصل ومهارات التواصل بيبقى فيها عامل كبير جدا. نعم. ان اوقات كتيرة الانسان ما بيوصلش لجواه بالطريقة الصح. نعم. الشخص التاني بيتلقاها وبيدي الفيدباك على اللي هو فهمه، بيبقى فيه خلاف. اوقات كتيره ان الانسان يحسن الظن ده بيبقى من الحاجات الايجابيه كويسة. جدا لان في الاخر الناس تكون مبسوطه يعملوا ايه؟ والله الناس يعني يخلي مثلا في مثلا ساعه كل يوم كده استرخاء، يعني ايه يعمل ايه؟ معلش يعني هو بلا شك في الهيلثي لايف ستايل، الاكل الغذائي يبقى مظبوط، ماشي، يبقى فيه رياضه، يبقى فيه وقت الانسان يستمتع بهواياته. يعني انا كنت في انجلترا وكنت بعمل دراسات هناك، ف في يوم رحت محل الرياضه، محل مشهور بتاع الرياضه هناك. المحل ده فيه كل حاجه متعلقه بالرياضه، التنس والجولف، باللبس بتاعهم، بالاحذيه بتاعتهم، بالادوات بتاعتهم، حاجه ضخمه جدا. يعني حتى رياضات الواحد كل حاجة موجوده، بيلي مسافات طويله. انا كنت عايز اجيب جزمه للرياضه. فانا نفسي احترت، يعني دي جزمه للمشي، دي جزمه للباسكت، دي جزمه للجري. فقلت خلاص خلينا في الجري، احنا ما بنجريش بس هتستحمل. فطلعت لقيت راجل مثلا لا يقل عن 70 سنه 75 سنه. الراجل واقف بينقي الجزمه. وبعد كده في جهاز معين بيقف عليه بحيث يشوف مقاسه ايه وايه الجزمه المناسبه لشكل رجله. نعم. فالراجل بيجرب الجزمه، انا واقف في دوري مستني. فالراجل اخذ الجزمه، الراجل عنده 70 75 سنه،
وبدأ يجري في المحل وانا واقف ربنا يستر لو وقع تحصل جري الراجل بيجري وعمال ينط وماسك كره الباسكت عشان يجرب عشان يجرب الحذاء. فنمط الحياه مختلف يعني نمط الحياه تاني غير ما احنا هنا عندنا. الرياضه نفسها حتى بتقلل الضغط النفسي طبعا. طب احنا هنا عندنا برضك بنروح نجرب في المطعم احنا كلنا سندوتشين عشان نشوف هنشتري من المطعم ولا لا وفي الاخر ما بنشتريش. انا في النهايه طبعا بشكر دكتور محمد احمد ابو العزام اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان. شكرا لك يا دكتور محمد نورتنا وان شاء الله يكون لنا لقاءات تاني كتير. فرصه سعيده بتحضرتك. ربنا يخليك يا دكتور محمد. في النهايه اعزائي المشاهدين اتمنى نكون قتلنا بحثا وكلاما واسئله وكل حاجه في الموضوع الوسواس القهري وان شاء الله يكون لنا حلقات تانيه كتير. مش عايز اطول عليكم. استشارات طبيه مصطفى الملواني. دمتم في حفظ الله. امني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.